تقدر تقول انك هتبقى جاذب للقارئ المتوسط وجاذب للشباب، ويمكن النقطة اللي كنت متصور ان انا هتسأل حواليها، هل جمهورك من الشباب قل؟ بالتأكيد لا، ويمكن لو الكاميرا استعرضت الزائرين في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها حالا هتبص تلاقي انه فكرة انه الكتاب الورقي راحت عليه او المطبوعة الورقية بشكل عام راحت عليها لصالح المطبوعة الإلكترونية أو الكتاب الإلكتروني مقولة مش دقيقة قوي، والواقع بالفعل يضحضها. لو برضو تطرقنا إلى ما يتعلق بالكتاب التعليمي، الحقيقة إحنا بنقدم هذه الخدمة بخصم معقول وبهامش ربح شديد التواضع. برضو بقول إنه أخبار اليوم تظل مؤسسة مش بس هدفها الربح، ولكن هدفها تقديم خدمة ثقافية وخدمة تعليمية للقارئ في مختلف أعماره ومختلف مراحله التعليمية ومرحلة ما بعد التعليم الجامعي. أنا بلاقي هنا برضو أنه كتير من الناس بتبقى جاية بتفكر في عناوين معينة أو في موضوعات معينة، الحقيقة الشباب هنا بيساعد القارئ، ودي يمكن برضو مسألة بتميز أجنحتنا، انه الراجل اللي واقف قدام استند او قدام تربيزة بتعرض كتاب مخفض او حتى كتاب جديد بالسعر المخفض ولكنه نسبيا عالي، بيجد انه في ترحيب بشكل عملي، انت محتاج ايه؟ طب انا عندي كذا في الجناح المخفض وعندي كذا في الاجنحة اللي بتقدم طبعات جديدة او عناوين جديدة. فالتمايز ده برضو الى حد ما جاذب، يعني حسن معاملة الجمهور الحقيقة شيء بنتميز. وفي المقدمة الحقيقة احنا كملنا الحمد لله المجلد 27، وبالتالي نبقى قدمنا مجموعة الشعراوي بالكامل. ده خلى ناس كتير تقبل على ان هو يقتني المجموعة من رقم 1 لـ 27. بعض الناس ما كانوا بيفوتوا في العرض الاول ان هو يقتني جزء، فاحنا وفرنا الاجزاء اللي كان تقريبا وصل المخزون بتاعها عندي الى ما يقترب من الصفر. في اقبال طبعا غير عادي على المجلد 27 علشان اللي بيكمل مجموعة، او باعتبار انه المجلد ده بالتحديد واخد جزء عام، فالى حد بعيد هو يعتبر في حد ذاته جزء مستقل، او يمكن التعامل معه باعتباره جزء مستقل. برضو عملنا طبعة جديدة من حوالي 50 عنوان للدكتور مصطفى محمود. بالنسبة لكتاب اليوم الحقيقة احنا عندنا القديم وعندنا الجديد، عندنا حاجات في الاحداث قوي، يعني الزلزال التركي ده بيعالج اللي حصل في تركيا على سبيل المثال. عندنا كتاب جديد من جزئين للدكتور زي حواس، الأهرامات والمشاهير وأنا، وأبو الهول والمشاهير وأنا، وفي إقبال الحقيقة برضو على الكتاب بجزئين. في عندنا من التراث بتاع كتاب اليوم وأخبار اليوم ليلة نام فيها الشيطان لعميد الصحافة الحديثة الأستاذ محمد التبعي. الحقيقة في تنويعة، فضلا عن طبعا الكتاب الطبي هنلاقي انه في عناوين بتهم القارئ ويمكن بتلقي المزيد من الاضواء على بعض ما يخيف، والناس بتبقى يعني بتعادي ما تجهل. فعلى سبيل المثال كان العنوان اللي نزل فيه السلسله الطبيه هو الامراض المتوحشه، يمكن في بعض الامراض اسمها بيخوف تمام، انما انت لما بتعرف سببه